أكادير مدينة الرمال الذهبية والشواطئ الملتزمة بتعاليم وقرارات لجنة اليقظة للوقاية من فيروس كورونا. أكادير المدينة التي عرفت نشاطا وحضورا قويا للجنة اليقظة بكل عزم وجدية، سواء في فترة الحجر الصحي وما بعد الحجر الصحي، رغم الارتفاع المهول في عدد الإصابات والوفيات في بعض المدن المغربية، لتبقى عاصمة سوس من المدن التي يضرب بها المثل في تدبير جائحة كورونا، رغم ولوج عدد كبير من المواطنين لقضاء العطلة الصيفية، لتبقى الأرقام القياسية المسجلة منطقية خلافا بعض المدن الكبرى بفضل انضباط المواطنين وساكنة أكادير باتباعهم بتعاليم لجنة اليقظة، على رأسها السيد والي صاحب الجلالة على جهة ولاية سوس مسا، وكذلك السلطات الأمنية والعسكرية ورجال الدرك الملكي والقوات المساعدة والأمن الوطني والوقاية المدنية ووزارة الصحة والمجالس المنتخبة.